صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الجمعة 24 تشرين الأول أكتوبر 2016. السعودية دخلت على خط الاستحقاق الرئاسي، فهل تعود فعلا إلى الساحة السياسية اللبنانية؟ هل أتى الموفد السعودي داعما مبادرة الرئيس سعد الحريري، أم أنه أتى والبعض يقول لخربطة المسار الرئاسي؟ هل بالإمكان اليوم الحديث عن أي تغيير في هذا المسار الرئاسي الذي يرجح أن يكون متجها صوب إعلان انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية؟ الاستحقاق الرئاسي والمفاجآت التي تحيط به حتى تصل إلى حد التهديد والتهويل، والبعض يتحدث عن خوف من انهيار مالي. إذا الفراغ لم يستطع أن يعكس انهيارا ماليا في الساحة اللبنانية على مدى 2 سنين و8 أشهر، هل يستطيع ملء الفراغ أن يحدث أي خضة اقتصادية ومالية في لبنان؟ هذه العناوين وغيرها ستكون محور بحثنا بعد قليل في الحدث. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، وأرحب بضيفي المسؤول الإعلامي في تيار المرذة المحامي سليمان فرنجي. صباح الخير أستاذ سليمان. صباح النور. اليوم قديش المرضى فعلا، بغض النظر عن كل هذا الاشتباك اللي حصل نتيجة الانتخابات الرئاسية، متفائلين أنه أن يكون هنالك رئيس في لبنان أمر جيد وينعكس إيجابا على الساحة اللبنانية؟ بالآخر المرضى لن نحزب سلطة بكل معنى الكلمة، يعني عرف مطبات، عرف السلطة ومنافع السلطة، لكن أيضا عرف المطبات وأيضا قعد على صفوف المعارضة سابقا، تحديدا عم نحكي عن الوزير سليمان فرنجية. كيف بده يكون التعاطي في المرحلة المقبلة؟ هل يحمل مازال الوزير فرنجية أي مفاجأة الاثنين؟ يعني البعض يتحدث عن أن المفاجأة هي بجيب الوزير سليمان فرنجية. على ماذا تعولون؟ عن انقلاب في الأصوات وفي المواقف داعما لعماد ميشيل عون، أو أنه المفاجأة قد تكون بانسحابه من المعركة الرئاسية في اللحظة الأخيرة؟ هذه العناوين رح تكون أساسية، إضافة أكيد إلى ما تطرقنا له في المقدمة، لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي وعد هاشم وموجز لأهم الأخبار. صباح الخير نانسي وشكرا لك. يواصل الموفد السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان جولته على المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى صباحا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على أن يلتقي ظهرا النائب وليد زملاط. وكان السبهان أكد أن السعودية ستدعم الرئيس الذي يتفق عليه اللبنانيون بما هو في مصلحة لبنان العربي القوي المستقل بعيدا عن التجاذبات في المنطقة. وفي حديث لقناة الحدث لفت السبهان إلى أنه سيلتقي بمختلف في القيادات السياسية في لبنان، بما في ذلك جميع قادة الأحزاب التي ليس لديها أي تصنيفات إرهابية على حد قوله، لبحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين. وعن الرسالة السعودية من هذه الزيارة قال: نحن نسعى دائما لبناء علاقات جيدة مع الدول العربية، ولبنان يعني لنا الكثير، والعلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تؤثر عليها أي أجندات طارئة، مؤكدا أن المملكة ستتعامل مع من يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وهي تعمل حاليا على إعادة الحيوية للعلاقات السعودية اللبنانية. إلى ذلك قالت مصادر مطلعة للنهار أن زيارة السبهان لا تندرج في سياقات أعطيت لها في بعض وسائل الإعلام، فهي ليست لمباركة انتخاب النائب ميشيل عون تحديدا ولا لتسجيل موقف، بل هي لإبلاغ المعنيين والقيادات في لبنان أن السعودية ودول الخليج لا تزال مهتمة بلبنان، وغير صحيح القول أنها أدارت له ظهرها. وأوضحت المصادر أن المملكة ودول الخليج لا تنحاز إلى مرشح رئاسي في لبنان على حساب مرشح آخر، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، كما أنها تؤيد التوافق اللبناني وانتظام الدولة وعودة المؤسسات، ولا تتدخل في الشأن الداخلي السيادي للبنان.
الرئيس سعد الحريري الذي عاد مساء أمس إلى بيروت من المقرر أن يرأس اليوم اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية التي يتوقع أن تصدر بيانا بشأن التصويت لمصلحة العماد عون. كما سيكون للحريري إطلالة تلفزيونية مساء قد تحمل مؤشرات لمرحلة ما بعد الانتخاب والمعطيات التي أدت إلى إطلاق المبادرة الإنقاذية قبل أسبوعين. أشاد البطريرك الماروني مار بشار الراعي بأهمية المبادرة الأخيرة للرئيس سعد الحريري مؤكدا أنها أنقذت الجمهورية. وفي دردشة مع المستقبل مساء على هامش العشاء السنوي للمركز الكاثوليكي للأعلام، أمل الراعي إلى أن يصار إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لتعود دورة الحياة الدستورية إلى طبيعتها، وقال: أخيرا سيصبح عندنا رئيس بعدما تضرعنا طويلا لحصول هذا الأمر، ونحن اليوم نشجع على اكتمال هذه العملية لتستعيد الدولة قدرتها على النهوض بالبلد والاهتمام بشؤون الناس، متمنيا التوفيق للعهد الجديد ومؤكدا تشجيعه على إنجاح هذا العهد لكي يتمكن من تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين. اختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته جنيف على أن يعود مساء اليوم إلى بيروت. وكان بري تلقى أمس اتصالا من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي وضعه في أجواء قرار المكتب السياسي الكتائبي بعدم الانضمام إلى ما سماه الصفقة الرئاسية. أخيرا وأمنيا، تمكنت دورية من مكتب أمن الدولة في بلدية عكار إثر عملية نوعية من توقيف اللبناني ألف ميم أحد أخطر المطلوبين في وادي خالد والمتهم بجرائم تهريب أجانب وخطف وابتزاز وتسهيل دخول خلسة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وعودة إلى الزميلة نانسي. شكرا وعد مشاهدينا، اهلا بكم مجددا، واجدد الترحيب بضيفي المحامي سليمان فرنجي المسؤول الاعلامي في تيار المردة. استاذ سليمان، بدايه من زياره الموفد السعودي اللي البعض اعتبرها مفاجئه، رغم انه بجدول الزيارات ومروحه الزيارات الواسعه يبدو انه لا تقتصر فقط على يعني جس نبض في الاستحقاق الرئاسي بقدر ما هو اعاده دور سعودي الى السياسه اللبنانيه، شو رايك؟ يعني اصلا المملكه العربيه السعوديه ما غابت عن الساحه السياسيه براينا نحن، يعني هي غابت يعني اقله بالهيدي التدخل عبر الزيارات، ويعني عم نحكي باخر زياره كانت للملك الراحل الملك عبد الله، ممكن بس انه إن هي بالشكل يمكن بس، ولكن هي عندها نفوذها بلبنان وهذا الشيء متعارف عليه مش غريب. مثل كثير من الاحزاب السياسيه او مثل كثير من الدول الاقليميه اللي عندها حضور بلبنان، بطبيعة الحال الزيارة أكيد عندها البعد السياسي، الحديث هلأ مبين عندها بعد استقصائي، ولكن بنهاية المطاف يعني ما فينا يعني بمكان ما نجي نعتبر وكأنه الحدث في لبنان اليوم انتخاب الرئيس يأتي إذا بدنا نعتبر بصنع في لبنان إلى ما هنالك، لا، عم بتبين أنه بطبيعة الحال سلبا أم إيجابا، استقصاء أم تدخلا أم إلى ما هنالك من أمور، يعني صراحة ما عندي معطيات بهذا الموضوع، بس ولكن بنهاية المطاف الأمور هذا هو واقع. يعني المملكة برجع بقول لك ما غابت عن هذا عن الساحة الداخلية، وبطبيعة الحال شيء ليس بجديد، ما بنشوفه نحن بجديد يعني. بس حضرتك عم تقول هو استقصاء، يعني طابع لجست نبض بالاستحقاق، يقال انه استقصاء. اذا جست نبض يعني مش السعوديه التي اوعزت، يعني هي اليوم ربما تقرا في كيفيه مسار هذا الاستحقاق وقد تذهب الى المباركه، او هي ذهبت الى المباركه. يعني حقيقه نحن اول شيء نحن بالموقف المملكه المعلم بهذا الموضوع ما الحديث هلا ما شفناه، تنكون موضوعيين وتنكون منصفين وتنكون تنكون علميين، ولكن نحن الموقف السعودي نحن اكيد بنقدر ناخده من خلينا نقول من ترشيح العماد عون بالتحديد، يعني لانه الموضوع هو مبادره الرئيس سعد الحريري بترشيح العماد عون الى رئيس الجمهوريه. السؤال مطروح، ما هو موقف المملكه العربيه السعوديه من هذا الترشيح؟ شو بتلاقي الحديث هلا اليوم؟ الحديث هلا انا بعتبر نحن وحسب الواقع بنعتبر انه العماد عون هو خصم للمملكه العربيه السعوديه، وبطبيعه الحال ليس هناك من ود تجاه العماد بشين عون لاسباب لها علاقه، لاسباب تاريخيه يمكن تكون، لاسباب اداء التيار الوطني الحر، لاسباب اداء الوزير جبران باسيل تجاه دول الخليج وتجاه المملكه العربيه السعوديه. وهذا اللي بنقدر نحن نبني على اساسه ونقيم الحركه السعوديه في لبنان. هلا اليوم اذا كان هناك ثمه دعم كما يقال لهذا الترشيح، هذا لم يظهر حتى الان.
واذا كان واذا كان لم يظهر اي دعم سعودي اليوم حتى ترشيح. لا بالنهايه سمت قراءه موضوعيه انه مبادره الرئيس سعد الحريري لا يمكن ان تتخطى الدعم، لا يمكن ان تتخطى القرار السعودي بهذا الموضوع. بس ولكن نحن اللي عم نشوفه بهذا الاطار اللي بنقدر نبني عليه انه ما حصل اذا بدنا نعتبر اليوم مع من ترشيح العماد ميشيل عون تجاه المملكة العربية بشكل عام، قراءته بالنسبة للسنة في لبنان وبالنسبة وقراءته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نحن عم نشوفه بعد ذاته، وليس هناك انه مش سمى تخطيط. المفتي الجمهورية اللبنانية المفتي دريان عم بيعكس بالعكس، يعني هو يؤيد خطوة الرئيس سعد الحريري، يعني اليوم من يمثل فعلا السنة في لبنان اقله حتى اخر فينا نقول احصاء يعني جرى، حتى الساعة ما زال تيار المستقبل هو الأكثرية، و اليوم إذا مفتي الجمهورية اللبنانية أيد هذه الخطوة، يعني ما فينا نحكي كمان بأغلبية سنية رافضة، في رفض لكن أغلبية سنية بيصير لا نحن منا ما نقول في رفض سني، يمكن على بكره في تأييد سني أو قناعة سنية للعماد ميشيل عون، هيدا أمر نحن ما فينا نجي ننكره إذا صار أو ممكن إنه يصير أو يمكن يكون صار، ديجا مع ترشيح العماد ميشيل عون لترشيح دكتور الحريري للعماد ميشيل عون، كثير منيح، بس ولكن نحن أنا عم أقربها بالموضوع السياسي، بالموضوع العملي، بعتبر أكيد بنهاية المطاف إذا كان هذا الموضوع صار، بيكون صار شغل على إنه يرضوا عنه السنة، وبطبيعة الحال اليوم إذا بدأ في توجه إنه يكون في رئيس جمهورية بلبنان، وإذا كان في مبادرة ممكن أن يكتب لها النجاح، اليوم إذا بدنا نعتبر دعم هذا الجو من قبل كثير من الاطراف اللي هي اكيد مش مقتنعه بالعماد عون كشخص، بطبيعه الحال ما فينا نجي نحن نقيم موقفه ونعتبر انه هذا موقف بنهايه المطاف بدنا نوقف عنده، نحن بنحترمه هذا الموقف وبنعتبر انه في محل معين انه اللبنانيين بدهم يخرجوا من المأزق الرئاسي، ولكن هذا لا يعني بانه نحن ذاهبين على تأييد وطني وشامل وتهليلي للوصول العماد عون اذا قدر. متى كان في هيك شيء؟ رح اقول لك باي معنى. متى كان في هذا التأييد بدي وضح لك النقطة والشامل والتهليل؟ عم نحكي من كل انتخابات رئاسة الجمهورية، رئاسة حتى مجلس نواب، مجلس وزراء، حكومات، رؤساء حكومات، أي متى كان هذا يعني الإجماع الشامل والكامل ولا مرة كان متوقع؟ خليني أقول لك شغلة بسيطة، اليوم نحن بدنا نرجع عن أي ترشيح العماد ميشيل عون، رغم بقدر أقول لك ترشيحه بيعمل رئيس جمهورية ما بيعمل رئيس جمهورية، هيدا بيعمل أمر آخر. ولا ما بيعمل رئيس جمهورية تاني؟ ليك فيني أقول لك شغلة بمنطق وبواقعية اليوم بتقول بيكون رئيس جمهورية التنين العماد ميشيل عون؟ ما فيني أنا أقول هذا الكلام، أنا إحنا مرشحين لرئاسة الجمهورية، العماد ميشيل عون مرشح لرئاسة الجمهورية وعم نجي نحتكم لصندوق الاقتراع، أنا اليوم بمنطق أنه اليوم أنا بدي أختصر رأي النائب بطبيعة الحال اللي بده يخترع بالصندوق، بكون أنا بنهاية المطاف عم زم بترشيحي قبل ما زم مجلس النيابي. هلأ في محل معين بتقولي لي أنه هذا كلام مثالي، لا ما هو كلام مثالي، بس ولكن أنا بمحل معين وقت بنزل على جلسة الانتخاب أنا عندي مرشح اسمه سليمان فرنجي، طرف تاني عنده مرشح اسمه العماد ميشيل عون، بمفهومي اليوم بعض الأحيان بيقولوا من وين جاي هيدا الأمل اللي عند تيار المردة، منين جاي هيدا الشيء؟ لا كلمة مفاجآت ولا شيء ولا 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 تركيب إذا بدك تعتبري، بس الوكيل سليمان فرنجي يحكي عن مفاجآت. مفاجآت من أي ناحية؟ مش من ناحية التركيب السياسية إلى ما هنالك من أمور، هلأ حقنا نحن نعمل البدنية ضمن الإطار الدستوري والقانوني وضمن اللعبة السياسية، حقنا نعمل البدنية. شو يعني بدنية؟ بس ولكن بدي كفي لك الفكرة، بس الفكرة هي اللي عم أقولها إنه سليمان فرنجي من إيسو بأي منطق؟ بمنطق إنه في العماد ميشيل عون مرشح لرئاسة الجمهورية وفي سليمان فرنجي مرشح لرئاسة الجمهورية، نحن بنفكر إنه تجاه الرأي العام وتجاه الذهنية ذهنية النواب وعقلية النواب واتجاه هذا الجو الرفضي الشامل، وهلأ بفوت أنا وياكي بالتعداد لواقع العماد عون كتأييد وطني، منشوف أنه بمكان ما منترك فرصة لضمير هذا النائب بأنه وقتها بده يعمل مقارنة نحن مقتنعين أنه نحن منصيب أكثر من العماد ميشيل عون كشخصية سليمان فرنجي، كأدائه، كخصوصيته، كاحترامه للخصوصية اللبنانية، كأبن هذا النظام إذا بدنا نعتبر، كإنسان بيقدر بمكان ما يقدر يعمل كواسم مشتركة مع الجميع الى ما هنالك، نحن بنشوف انه هذا الرهان على هذا التراكم الايجابي اللي عمله سليمان فرجي طيله مسيرته السياسيه. بس وين في تراكم؟ يعني بهيدا المحل حضرتك عم تحكي عن شخص اللي هو الوزير سليمان فرنجي، وحضرتك اكيد يعني تؤيد هذا الحزب وهذا الشخص، لكن اليوم لما بدك تقول هيك وين في قوه دعم البعض يقول للوزير سليمان فرنجي بكتله من 3-4 نواب مقارنه مع تسونامي اسمه العماد ميشيل عون؟ عم نحكي من 89 ل 2005 وصولا الى اليوم، بحاله يعني تشكلت هي قوه دفع شعبيه لرجل كان يريد من الاساس ان يعني مثل كل اليوم بالسياسه يعني انه يكون جزء من هذا النظام.
تسونامي. مش نحن سميناه تسونامي، النائب وجمبلاط. تسونامي بال 2005. التسونامي يمكن حالي موجوده، كانت موجوده سنه 2005 نتيجه رفض كوا 14 اذار للعماد عون انه هو يرأس 14 اذار، وكان ترئيس 14 اذار يعود للرئيس سعد الحريري. وبطبيعه الحال خروج العماد ميشيل عون من 14 اذار حتم عليه انه ما يقدر يكون قوه وسطيه، انما يتحالف مع 8 اذار، وعلى هذا الاساس خاض هيدي المعركه الى ما هنالك. هلا نحن هذا 2005 قطعناها تما نرجع نعمل هيستوريك طويل عريض. اليوم بدنا نحكي موضوع رئاسه الجمهوريه. اليوم بتقولي لي في كتله نيابيه ثلاث نواب عنده اياها سليمان فرنجي، مزبوط، وفي كتله كبيره اللي هي العماد ميشيل عون 20 نائب. بالمسار الرئاسي العماد ميشيل عون وقف سنتين ونص البلد ليعمل رئيس جمهوريه، ولو عنده ال 20 نائب هو اللي وقف البلد، واصل هو بعلاقاته السياسيه بتحالفاته السياسيه اللي بدك اياه. سليمان فرنجي بهاد ثلاث نواب قدر يكون قاسم مشترك بليلة ما فيها ضوء أمر كل اللبنانيين أجمعوا له، صار في مباركة إقليمية، مباركة دولية لترشيحه. فبقى القوة ليست بأنه الحضور النيابي، وهو أمر كبير ومهم كتير بالعملية السياسية الداخلية، ولكن خصوصية العملية السياسية الداخلية اللبنانية لا تقوم على منطق انه كبر الكتله او صغر الكتله. خليني بقدر ما يكون حتى ما نرجع نضطر نقطعك كمان ما نطر كثير حليفكم على الهاتف الوزير السابق مروان خير الدين. صباح الخير مع الوزير. صباح الخير نانسي، كيفك؟ يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك معالي الوزير. بدايه قبل ما ادخل على المحور الرئيسي اللي هو السؤال الرئيسي، حضرتك كمصري فيما اليوم قرأناه بعنوان ومنشار جريدة الأخبار حذاري التلاعب بالليرة اللبنانية، بس سؤال واحد بالسياسة عرضا، كان الوزير طلال أرسلان أعلن بأنه سيسعى إلى لم شمل وجمع الوزير فرنجي والعماد ميشيل عون، هل ما رح يقدر يقوم بهذه المهمة؟ يعني هي يحاول وسيبقى يحاول وحاول وسيحاول، يعني ونضل لاخر تكي حتى لنوصل على جلسه انتخاب نهار الاثنين، وحتى بجلسه الانتخاب نحاول لم شمل الصف الواحد. لبنان يا نانسي لا يحكم الا بالتوافق، فكيف الحال اذا كان الخلاف داخل الصف الواحد والفريق الواحد؟ لا، بنضل نجرب، بنضل نسعى، بنضل نحاول انه نقرب وجهات النظر، لانه بالنتيجه سليمان بيك عم بيحكي انه اذا وصل عماد عون بيكون وصل مرشح خطنا، واذا كان وصل سليمان بيكون وصل مرشحنا، يعني الخلاف هو بده حل وما بيجوز ما ينحل، لانه خاصه انه داخل البيت الواحد. والصوت لمين رح يكون عند وزير ارسلان؟ يعني الامير طلال موقفه واضح وعلني، هو لا يعني حكي كذا مره انه هو العلاقه اللي بترتبط بسليمان فرنجيه لا يمكن ان تسمح له ان يصوت لغير سليمان فرنجيه. نامل بعدنا نحن بالوصول الى حل قبل الانتخابات، لانه معتبرين انه ان نكون طرف بين فريقين من ذات الفريق من نفس الخط الاستراتيجي، يعني فيها عم بيكون هيك شيء غريب، يعني الواحد اجمالا بيصوت لمشروعين او بين يختار بين مشروعين مختلفين، فكيف الحال لما انت عندك مشروع واحد فيه شخصين؟ يعني صعبة، منا سهلة بصراحة. معالي الوزير، اليوم هذا العنوان حذاري التلاعب بالليرة اللبنانية قبل الانتخابات أو مع بداية العهد الجديد، هل اليوم في خطر فعليا على الليرة اللبنانية وعلى النقد اللبناني، ولا هو مجرد تهويل؟ يعني أنا أستغرب الحقيقة كيف أي صحافي مسؤول يتكلم بهذا المنطق ولا يأخذ أي عبرة من الأرقام. فالدولة اللبنانية لليوم بعد وضع المالي جدا سليم، المصرف المركزي أنجز إصدار بأكثر من 10 مليار دولار اكتتبت فيه المصارف اللبنانية، وبكل استعداد وبفوائد أرخص بحوالي 2% من أي شيء يماثله يعني يماثل مخاطر لبنان من أي دول تانية. رح أعطي مثل لفسر، اليونان التصنيف السياسي تبعه تماما مثل لبنان، اثنيناتنا بي نيجاتيف بي ماينس، اثنيناتنا بي ماينس. اليونان يستلف على 10 سنين بحوالي 8.5%، نحن استلفنا على 10 سنين معدل 10 سنين بحوالي 6.5%، يعني 2% اوطى نحن عم نتدين من المثيل تبعنا. مثل ثاني الباكستان اللي هو بلد اكبر من لبنان ب 20 مره يمكن واقتصاده متطور، بيتدين ب 8.05%،
0.5% او 0.6% على 10 سنين، نحن تدينا 6.5%، فانا بستغرب انه الاقلام انا بعتبرها نوعا ما الماجوره اللي بصير تحكي وتتفلسف على الليره، الليره بامان، الليره ما عليها مشكله، الوضع سليم، الاقتصاد بلبنان منيح، وبستغرب انه عم يحكوا فيها بين حل ازمه الفراغ الرئاسي، يعني واحد الليره تبعيته بتضل مهديه خلال عدوان 2006، بتضل مهديه بكل الحروب اللي قايمه بالمنطقه تحديدا الحرب في سوريا، فبيجي بس بدها تنحل عندنا مشكله عمرها سنتين ونص اللي هي الرئاسه، بصير بده يحكوا انه الليره بدها تفرط، لا هدول اللي عم يحكوا هن متضررين، هدول اللي عم يحكوا هن محرضين، وانا لو بباب المسؤوليه وانا اليوم ما عندي منصب رسمي، ولكن لو كنت بباب المسؤوليه، لو انا وزير اعلام او لو انا هذا، احاسب من يتكلم، لانه عم يتعرض لسلامه النقد الوطني، يتعرض الى الامن الاجتماعي في لبنان، وهذا الشيء مش مسموح لانه مبني على اوهام. بس معالي الوزير هن راكنين الموضوع يعني بالمقال الى انه الحاكم المصرف رياض سلامه دعا المجلس المركزي الى الانعقاد في جلسه استثنائيه لمناقشه اقتراح خطر عمليات تحويل القروض القائمه لدى المصارف من الدولار الى الليره، وهون يعني بمتن المقال يشدد على انه هذا الموضوع يشكل سابقه لا مثيل لها حتى في ظروف الحرب الاهليه، وبانه هذه الهندسه الماليه للمصرف اللبناني التي اعتمدت من ايار الماضي اسفرت عن ندره في عرض السيوله بالدولار ووفره في عرض السيوله بالليره اللبنانيه. هون شو بدك تقول للناس؟ نحن عنا فائض سيولي باللبناني وعنا يعني نقص سيولي بالدولار؟ أنا أؤكد أنه كل هيدا الكلام مصرفيا هو صف حكي وغير دقيق، واللي كاتبه ما فهمان شيء بصراحة. هلق عم نحكي بعدنا، المصرف المركزي طرح شهادات ايداع، شهادات ايداع يعني انت بتروحي بتعطيه مصاري هو بيعطيك شهاده ايداع، طرح شهادات ايداع لم من المصارف اللبنانيه اكثر من 10 مليار دولار، المصارف اللبنانيه ميزانيتها 200 مليار دولار، شو عم يحكي اللي عم يكتب؟ اللي عم يكتب ما بيعرف كم صفر فيه بال 200 مليار، يعني خلينا نكون واقعيين وان لا نتعرض لموضوع منه موجود ولا نخلق قصص بخلفيه سياسيه. نانسي انا اؤكد للمستمعين لا في مشكله على الليره، لا في مشكله على المصارف، لا في مشكله على القطاع المالي، لا في مشكله على ماليه الدوله، كل هودي امور هن تحت السيطره وتحت هذا المجلس المركزي. بس للعلم للي ما بيعرف، المجلس المركزي يجتمع كل اسبوع، يجتمع المجلس المركزي دعوه استثنائيه انا ما سمعت فيها، واذا صار في دعوه استثنائيه ممكن يكون عنده شيء شغله ثانيه عم يحكوا فيها، اما ان يكون الحديث على الليره والدولار فهيدا غير واقعي. غير انا امبارح كنت بالمصرف المركزي، واولت امبارح شفت سعاده الحاكم، والله ما شفت الا كل اطمئنان على وجه تصرفاته، ما يعني مطمئن الحاكم لوضع النقد في لبنان طبعا، ومنسوك الوضع النقدي في لبنان 100% ايمانا من اللي ببلدهم. نانسي نحن من البلاد القليله بالعالم اللي الودائع بالقطاع المصرفي عندنا تساوي 4 مرات او 3.5 مرات حجم الاقتصاد، كل العالم الودائع تبعيته بتكون نسبه من الاقتصاد، مش اضعاف الاقتصاد. يعني ما في شيء انه عم ينحكى بشيء منه موجود. معالي الوزير انا بدي اشكرك، واكيد يعني ان شاء الله بالاسبوع المقبل ربما بكون معنا قراءه لاي مدى انعكس الاستحقاق الرئاسي ان كان تم على خير نهار الاثنين المقبل بانتخاب العماد ميشيل عون، لاي مدى انعكس ايجابا على الاسواق وعلى الاسواق اقتصاديا وماليا، وقراءه اكيد بالسياسه. ان شاء الله الاسبوع المقبل حضرتك بتكون ضيفنا. شكرا لك مجددا المصرفي والوزير السابق مروان خالد الدين، اهلا وسهلا فيك. استاذ سليمان بمتابعه معك، يعني هلا في شيء تطمينه كثير جيد انه لا واضح هيدا بالنهايه، انه ليش بدها تطرق هيدي القصه يعني؟ هلا الكل بالاخر بلبنان بخاف من المفاجأة، هلا ما بعرف ليش بيتوقع مفاجآت، ما حدا خايف، كله خايف لا سمح الله، شيء بيتوقع اليوم يعني مفاجآت بالقطاع النقدي، ان شاء الله لا بده يكون عندنا ثقة، صراحة بده يكون عندك ثقة انه هيدا استحقاق بده يتم بالنهاية في حالة شواذ اللي هي الفراغ، بدنا نظهر منها، بدنا نروح على انتخاب رئيس جمهورية كائنا من كان، والامور بتكفي بالنهاية، الدنيا بدها تكفي بالنهاية، اليوم ما فينا نعتبر انه اليوم
بدنا نروح على استحقاق رئاسي ومنجز الاستحقاق الرئاسي وفي بمكان ما الجلسه ستعقد بطريقه حتميه ونضل نفكر انه بنظريه المؤامره. لا اخي ما في نظريه المؤامره بالعمليه، يعني ما انه ما بده واحد دائما يحط الامور ويودي رسائل سواء عبر الاعلام سواء عبر المواقع التواصل الاجتماعي. كنا عم نحكي يعني فكره التعاون باس سليمان، يعني اذا باس فرنجي، يعني هذه المنافسه اليوم او المقارنه بين عماد ميشيل عون والوزير سليمان فرنجيه، ليش اليوم هذه الحده من الوزير سليمان فرنجيه بالتعاطي مع ترشيح عماد ميشيل؟ لانه يعني صار في نبش بالمقابله الاخيره للوزير فرنجيه، نبش لماضي العلاقه من 2005 لليوم، وحتى البعض يقول يعني في كواليس الصالونات اللي ما عاده ما بتنقل على الهواء صارت يعني مباحه، وهذا الشيء اثر سلبا على حتى العلاقه مع التيار الوطني الحر اللي كان ممكن اعاده ترميمه. ليك ست ناس بتعطيني بدك تعطيني تواصل كليا مع التيار؟ لا لا، ليك سليمان فرنجيه ترشح على رئاسه الجمهوريه، وقت ترشح على مش هو ترشح، اجت مبادره تجاه ترشيحه، ما طرق باب حدا، انطرح كحل. بالنهايه سليمان فرنجيه انسان، اكيد هذا الموضوع اعطاه اكتفاء معنوي بمكان ما، كل الناس قبلت فيه، الخصوم قبلوا فيه، وصل لمحل لا اصطدام عند الحلفاء بموضوع ترشيحه كحل. وكان له سنه ونص مرشح عماد عون الى رئاسه الجمهوريه. طيب. وكان الرئيس سعد الحريري اعلن انه فشل اذا بدنا نعتبر تفاوض مع عماد ميشيل عون، والمملكه العربيه السعوديه وضعت فيتو على عماد ميشيل عون. سليمان فرنجيه اعتبر حاله انه بما انه جزء من هذه التركيبه انه ليش ما بكون انا رئيس جمهوري وليش ما بتدعموني؟ وقت اصطدم بهذا الموضوع سليمان فرنجيه يعود الى ذاته بطبيعه الحال وبده يفكر، وعلى هالاساس انطلق من فرضيه بموضوع الكلام اللي تفضلتي فيه. لانه بتعرفي انه التيار الوطني الحر تعاطى مع سليمان فرنجيه بمنطق انه انت منك بالحسابات. باختصار ليه بده ينسحب لك وصلك 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 قلت لك انا قلت لك انا دعمتك سنه ونص، بعد ما دعمتك سنه ونص طيب. استحيلت وصولك، انطرحت انا كحليفك، جيت انت قلت لي انا منك بالحسابات تبعي، مختصر مفيد. هو مكمل انا مبارك شو بده يقول؟ بده يقول له ايه مزبوط حينسحب. لا لا ما, ما انا ليش دعمتك؟ طيب انا ما انا دعمته كمان لينسحب كرماله. لا, لا لا ما انا بدك تفهمي شوي شغله، انا دعمته طيب ما وصل. مين قال ما وصل؟ يا بده رح يوصل اليوم. هلا عم نحكيكي قبل يا ست ناسي، عم بحكيكي من لا بدك تفهمي الفكره يا ناسي بدك تفهمي. لا 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 بدك تحكي بدك تنتبهي على الفكره. سنة ونص اللي عم بقول لك ليش صار هيدا الشيء اللي عم تقولي لي. طيب صار. انا لحظه هو ما قدر يعمل رئيس جمهوري، وقت اجت الفرصه تبعيتي هو قال لي لا انا بعدني مرشح، انا كنت على قاب قوسين اعمل رئيس جمهوري. بهاللحظه انتبهت انه انا هذا التحالف اللي انا وياه مش مقتنع فيه هو، يعني مش معتبرني انه انا موجود. لحظه خليني اقول لك على العماد عون. لا لانه حزب الله العماد عون لو لم يبقى حزب الله انا طلبت منك دقيقتها فسرت لها ورا بعضها يا اختي. ما كان وقف الترشيح، انتوا اليوم عم تصبوا كل غضبكم سواء المرضى او حركه امل بالنسبه لراي عام معين، انه كل الغضب على العماد. طيب. ميشيل عون اليوم بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله انه العماد عون بوصول العماد ميشيل عون اليوم أي. وقالها العماد ميشيل عون بالفم الملقان هو حزب الله، بغض النظر تمسك حزب الله بهذه الحديه بالعماد ميشيل عون هو اللي وصله. ليش انتوا كل غضبكم عم ينصب على العماد عون فقط؟ خلصتي؟ نعم دوري صار أكيد. اليوم اللي بدي اقول لك اياه انه العماد عون لو انسحب لسليمان فرنجيه ما كان زعل حزب الله. حزب الله واعد العماد عون برئاسه الجمهوريه، ولكن السؤال هو عند العماد عون، لانه العماد عون لو قال سليمان فرنجيه وصلت فرصته وانا بمشي فيه حزب الله ما بيزعل، ما بيقول لا انا بدي سليمان فرنجيه. ليه بده يقول هيك العماد عون؟ يعني لانه العماد عون بده هو يعمل رئيس جمهوريه. طبيعي مثل ما اليوم سليمان فرنجيه. برافو عليك، وهذا حقي وهذا حقي إيه. وليش انا اولام وليش هو لا يلام؟ ما خصته لام ولا لا لا انت انت عم اليوم عم تحملوا للرجل مسؤوليه. لا مش عم حمله. لا وانا ليه بده ينسحب؟ لا وانت هو بمعركه ربحان. انت افترضتي معي انه انا ليش بدي اترشح وليش بدي افتح دفتر الماضي، مش هيك انت سالتيني؟ لا انا عم اقول ليش انت العلاقه يعني حكى شو بيصير بالاجتماعات. ماني عم فسر لك، ما انا عم فسر لك، عم بقول لك انا وقت اجى دوري اذا انت عم تتنافسي انت وسمر ابو خليل على شغله او اثنينكم متحالفين. لحظه اذا متحالفين بدكم توصلوا على شغله، ما قدرتي وصلتي لانت اجت هالشغله عبر سمر
طيب بتقولي لا انا ما بقبل لانه انا بدي اياها عبري، ما كنت اثنينكم مع بعض او انت وفي راس اختي جيك ورقه لوتو بتقولي له لا ارجعوا عيدوا السحب، ما بيقول لك في راس، ما هذا لقلنا جايين لقلنا اثنيننا، هي الفكره. نحن وقت اجت فرصتنا بلا بلا ما فهمتي الفكره، انا حقلي المقارنه انه اليوم نو اليوم 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 الفكره هي انه اليوم وقت بتوصلي انت لمرحله انه انت بما انك متحالفه وبفرد تكتل نيابي وانت ما مشي ما اجت فرصتك واجت فرصتي وقتها بتقلي لا انا ما بقبل هذا الشيء بمنطق هيدا المنطق، انا بحق لي اخذ موقف وانا كفي بترشيحي وانا اثبت انه لا انا عندي الحق انه انا اكون مرشح لرئيس الجمهوريه. هلا يا استاذ اللي صار اللي صار اللي صار انه العماد عون قال لا انا بدي اعمل رئيس جمهوريه، ودليل على ذلك هلا قال سنتين ونص من الاساس قال ايه الرجل قال انا مرشح لرئيس الجمهوريه بال 2008 انت كمواطن لبناني تنازل وذهب الى التسويه، ليه اليوم بدكم اياه هو يتنازل بوقت الوزير سليمان فرنجيه دخل على الخط اللي كان ماشي فيه المسار مع العماد ميشيل عون، لم يتبنى حزب الله ترشيح على الوزير سليمان فرنجيه، خلص ساعتها يبدو بانه كما ظهر انه الرجل مكمل مساره، ليه بدكم اياه هو ينسحب بوقت ما اخذتوا دعم من حزب الله؟ وليش انه اذا ما اخذنا دعم من حزب الله نحن بنطلع انه ما بعيد في حقنا انه نجي نفكر انه نعمل رؤساء جمهوريه؟ كنتوا نزلوا على الجلسه لما قلت الرئيس سعد الحريري نزلوا على الجلسه؟ نحن يمكن ما بتعمل رئيس جمهوريه، كنتوا نزلوا وامنوا انتخابات انتخابات حزب الله، ما بتعمل رئيس جمهوريه، ما كان هو المؤثر، ما بتعمل رئيس جمهوريه. انا عم اقول لك شغله، ما بتعمل رئيس جمهوريه لانه انت بدك تروحي بمنطق توافقي انت. طب ما العماد شرعون يسير اليوم من دون حركه امل، كنتوا نزلوا من دون حزب الله؟ لا ما فينا نحن ننزل، بالنهايه نحن رحنا تنفوت على منطق توافقي. انت اليوم عم تعتبري انه انت كمواطنه لبنانيه، انا ما بفهم انه حضرتك مواطنه لبنانيه بتفكري انه في واحد بحق له سنتين ونص يوقف مجلس نيابي تهو يعمل رئيس جمهوريه. ما تصير سنه من هالسنتين ونص، نحن جزء من نحن لا، ونحن كنا مع رئيس بالاجماع وبنتنازل اذا في اجماع لرئيس جمهوريه، وبعد لهلا ما تحقق هيدا الاجماع، بس انا بدك تشوفي الطرف الثاني كانت مواطنه لبنانيه، انت قبلانه انه في شخص سنتين ونص بيوقف رئيس جمهوريته هو يعمل رئيس جمهوريه كمان، هيدا مش منطقي الموضوع. حزب الله بالنهايه قال دعمه، حزب الله دعمه، خلي هو يقول لحزب الله انه انا بتنازل لاي مرشح حزب الله مش حيتشبس فيه، ما هيدا من حيث المنطق، هيدي وحده. اثنين من حيث النقطه اللي حضرتك عم تتفضلي فيها، انا ما اطلبت انه ينسحب العماد ميشيل عون، انا قلت خليني اروح على انتخابات ديمقراطية وأنا راضي أني أخسر بالانتخابات الديمقراطية، وين المشكلة إذا أنا اليوم بعدني مرشح؟ ثلاثة، حقي أنا بالعلاقة نحن بين بعض أنه نجي أنا أيم هيدي العلاقة، طالما هيدا الحزب هيدا التيار بيعتبر أنه هو اللي جاب سليمان فرنجية هو اللي خلى يكون عنده حضور لسليمان فرنجية. سليمان فرنجية أجا عمل جردة لأنه تنام انحكى هيدا كله بالإعلام أنه يجرب يقول للناس يخبر خبرية العلاقة مع التيار الوطني الحر من 2005 إلى 2015 تيقول أنه هيدا أنه هيدا نمط العلاقة. خليني أدخل إلى هذا الموضوع، أنه هيدا نمط العلاقة تحديدا، يعني بين الكلام الذي قاله علنا الوزير سليمان فرنجية ردا على ربما حملات طالته على السوشيال ميديا على بعض النكل عنه، لكن العماد ميشيل عون لم يقل يوما كلمة بعلاقته مع الوزير سليمان فرنجية كما جرى مؤخرا من قبل الوزير فرنجية. خلينا ندخل إلى هذا الموضوع، لكن اسمح لي أن ننتقل مجددا إلى زميلتي وعد وما اخترته من الصحف. إليك وعد. أهلا بكم من جديد، نبدأ فقرة الصحف مع جريدة الأخبار وتحديدا من المقال الذي تناول المخاوف من افتعال أزمة نقدية عشية الانتخابات الرئاسية، وهو ما تناولته الزميلة نانسي في اتصال هاتفي. كتبت صحيفة الأخبار: في ظل طلب لافت على الدولار في السوق المحلية، دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامي المجلس المركزي إلى الانعقاد استثنائيا اليوم لمناقشة اقتراح على جدول الأعمال يرمي إلى حظر عمليات تحويل القروض القائمة لدى المصارف من الدولار إلى الليرة، بحجة أن هذه العمليات تشكل مصدر الطلب الرئيس على الدولار حاليا، وهذا الإجراء لا سابق له حتى في ظروف الحرب الأهلية في لبنان الخاضعة ليبرالية اقتصادية منفلتة. مصدر مصرفي مطلع أعرب عن دهشته من هذا الاقتراح، ونبه من أن إقرار الاقتراح سيعطي جرعة زائدة من القلق، وهذا كاف لطرح التساؤلات عن حقيقة الهدف. وتفيد المعلومات المتاحة بأن العملية الواسعة والمكلفة التي ينفذها المصرف المركزي منذ أواخر أيار الماضي تحت اسم الهندسة المالية أشاعت مخاوف جدية من وجود مخاطر تهدد الليرة، وأن الآلية
الدولية التي اعتمدت بحجة الدفاع عن الليرة أظهرت نتائجها المحققة حتى الآن أن الهدف الفعلي كان في محل آخر تماما، إذ يخشى مصرفيون من علاقة بين اقتراح سلامة والاستحقاق الرئاسي لتكبيل العهد الجديد. ننتقل أو نبقى في الأخبار، هذه المخاوف وتتمة لهذا المقال، هذه المخاوف تتخذ طابعا أكثر جدية إذا ما أضيفت إلى حالة الفلتان التي عاشتها طرقات رئيسية في لبنان أمس تحت مسمى إضراب اتحادات النقل البري وما تخلله من فرض للإضراب بالقوة في بعض المناطق. ننتقل إلى صحيفة السفير وفيها فتح تحقيق في ملفات عسيري وسعودي أوجي تنتظر. السعودية تربح في لبنان، هل تنتشل الحريري ماليا؟ كتبت صحيفة السفير تقول: لو قدم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى بيروت في التوقيت نفسه لكن من دون صفقة رئاسية مبرمة لكانت انهالت عليه وعلى مملكته اتهامات معسكر 8 أذار بأن دبلوماسي يحمل معه إلى بيروت وصفة جديدة من وصفات الفتنة التي كانت سببا في طرده من بغداد قبل شهور قليلة. أما وإنه يأتي إلى بيروت في سياق دبلوماسية الإيحاء فإن السجاد الأحمر يكاد يغطي كل الدروب التي سيسلكها موكبه طيلة أيام ثلاثة. لكأن المطلوب أن يقال إن السعودي إما أتقن اللعبة الرئاسية الصفقة أو إن مفد المملكة جاء لاستدراك ما يمكن استدراكه، وللقول إنه ليس صحيحا أن السعودية تخلت عن لبنان أو أنها أهملته أو انسحبت منه بلا رجعة. لقد أيضا عن موضوع التحقيق في ملفات السفير السعودي السابق في لبنان، لقد هال الفريق السعودي الذي جاء للتحقيق في ملفات عسيري ما وجده في السفارة، سواء أصدقاء السفارة من سياسيين وتجار واقتصاديين وعقاريين وباكورة الفنانات والفنانين، ناهيك عن باقة من المخبرين في كل المناطق لا يتم التدقيق بتقاريرهم وغالبا ما تكون وهمية، فقط لقاء بدلات مالية كبيرة. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تم فتح دفاتر مالية متعلقة بالمواكب والسيارات والشقق وبدلات السفر والمآدب. في جريدة اللواء: تشاؤم جملتي يعزز المخاوف من مطبات ما بعد انتخاب عون. كتبت اللواء في افتتاحيتها: برزت مواقف وخطوات ومؤشرات تشكل معالم مرحلة سياسية جديدة قد تشهد المزيد من الانحدار السياسي والأخلاقي، على حد تعبير النائب وليد جنبلاط. من معالم هذه المرحلة بروفة المعارضة السياسية في الشارع من خلال استعراض القوة لقطاعات النقل البري على خلفية المطالبة بإلغاء الضريبة الجديدة على الميكانيك، و ما يزال الرئيس نبيه بري على موقفه المعارض لوصول النائب عون، وتستخف أوساط مطلعة على موقفه بضخ المواقف التي تتحدث عن مهلة قصيرة لتأليف الحكومة لا تتعدى الشهر وعن توزيع للحقائب في حكومة العهد الأولى، في إشارة إلى التصريحات المتتالية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونوابه، واصفة ذلك بمثابة فرض شروط سياسية غير مقبولة، مشيرة إلى أن الرئيس بري يبقى صمام الأمان، أما من يريد المجازفة في إشارة إلى القوات فليجرب والقمصان الخضر في الانتظار، في إشارة إلى اللون الأخضر وهو علم حركة أمل. ختاما وأمنيا في الأخبار، الأخبار في منزل عماد ياسين في الطوارئ، أمير داعش أم أحد دراويش المخيم، في تحقيق للزميل رضوان مرتضى. يشبه منزل الموقوف عماد ياسين منازل باقي أهل مخيم عين الحلو الفقيرة في أحد زواريب حي الطوارئ الضيقة، يقطن من يتهم بأنه أمير تنظيم الدولة الإسلامية في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان. ينقل عن أحد قادة العصبة قوله إن مخابرات الجيش أخبروه أن ما نشر حكي إعلام وأن الموضوع انتهى، لنفاجأ بحادثة الخطف. وتؤكد إحدى السيدات أن ياسين كان يعمل سنجريا ولم يغادر المخيم منذ 25 عاما. ماذا عن انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية؟ الجواب هو النفي التام. وماذا عن علاقته بهلال هلال وعابد فضة وباقي أفراد خلية ياسين؟ تؤكد الزوجة أنها لم تسمع بهذه الأسماء إلا قبل توقيف زوجها بأسابيع. ماذا عن اتصالاته؟ وأين هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول؟ ومع من كان يتواصل؟
تجيب الزوجة، العائلة كلها كانت تستخدم الهاتف نفسه ولم يكن يستعمله سوى للاتصال بابنته المقيمة في بيروت أو بابنه الذي يعمل خارج المخيم. كانت هذه جولتنا على الصحف، نعود أو بالأحرى فاصل إعلاني ثم نعود من بعده لمتابعة الحدث. مشاهدينا برحب فيكم مجددا واجدد الترحيب بضيفي المحامي سليمان فنجي المسؤول الاعلامي بتيار مردة. خلص انا ما راح اسال، بدي اترك معك. لا مش بالعكس، خذي راحتك. ما عندنا شيء مخبى، ما عندنا شيء مخبى ابدا. لا اكيد شو عم نحكي بشيء مخبى، بالعكس دائما الوزير فنجي اصلا عاده هو اكثر الاشخاص ربما اللي بيكون عنده هذا الوضوح بالموضوع، العلاقه بين العماد ميشيل عون والوزير فنجي. العالم اللي هي ربما تحب فعلا تؤيد الرجلين او تحترم الرجلين انصدمت من فكرة إنه هالقد كرسي الرئاسي ممكن تعمل. ما هو إذا بدنا اليوم بدنا نجي ننسي، إذا بدنا نجي نفكر بالأمور اليوم، الأمور ما أنا بنت ساعتها مثل ما بيقولوا. نحن على مدى 10 سنين اللي صار بالعلاقة، ما كان في هيدي العلاقة اللي سليمان فرنجي كان عم يعتبر إنه لأنه استراتيجية تقتضي هذا الموضوع. أنا بطنش على هذا الموضوع. طيب هو سليمان فرنجي بخلال هال 10 سنين اللي قطعت، ما كان في بمكان ما إنه تعاطي مع منطق الحليف. كان عماد عون بيعتبر انه كل الناس انه هي بمكان ما مأيدته، وبطبيعه الحال لا يعطي الاعتبار لهيدا الطرف. نحن بكثير من المحطات نانسي قطعت كانت عم بتأرجي هيدا الشيء بالحس العملي، يعني بمعنى تركتوا التحالف. لا انا مش بدنا نترك التحالف، لانه عم قال لك الاستراتيجيه هو حزب الله استراتيجي، وانتم استراتيجيون بمعنى الخط المقاومه اللي كان متمسكين فيه تاريخيا. لانه سليمان فرنجي ليش بقيته غير لمصالح انت؟ لانه سليمان فرنجي اليوم، سليمان فرنجي هو بيعتبر انه هذا الغطاء المسيحي اللي انعمل سواء منه او من التيار الوطني الحر حسب بالنسب ولو كانت متفاوته، بيعتبر انه هذا شيء اساسي بالغطاء الوطني اللي انعطى حزب الله يمكن من حرب 2006 حتى اليوم. بس ولكن بهذا الاطار كمان نحن ما فينا نجي نعتبر انه كمان العماد عون تخلى عن الخط الاستراتيجي وبالتالي نحن بنختلف نحن وياه. نحن كنا عم نقول انه نحن العماد عون طالما هو بهذا الخط الاستراتيجي ونحن وياه بنفكر نفس التفكير نحن مستمرين. بس ولكن بيوميات الامور اللي كانت عم بتصير ما كان في احترام لهيدي العلاقه بمكان ما، والشعر التي كسم الظهر البعير عندما طرح موضوع سليمان فرنجي كحل على مستوى البلد، وكان في واقع اذا بدنا نعتبر محلي مقبول. يعني وصل سليمان فرنجي الى رئيس جمهوريه منه دائن لحدا، يعني بمكان بيطلب من كل اللبنانيين بدون وعود بدون اي امر معين. منطق الامور انه انا اذا خصمي باستثناء حزب الله والقوات اللبنانيه والتيار الوطني، برجع بقول لك لا هون بدك تناقشيني هيدي النقطه. حزب الله برجع بقول لك، حرجع اكد لك للمره الالف، لو العماد عون بيقبل الوزير فرنجي حزب الله ما بيكون زعلان. بس ولكن حزب الله، بس ولكن حزب الله لا كان حزب الله زعلان. لا 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 ما فيني انا اجي، ما فيني قبل باي حليف لهذا الخط ما فيني اجي اشرح على حزب الله زعلان. بس الفكره انه اليوم عم بقول لك عم بقول لك لا بده يقبل هو، ما هو ليش هو ما بده يقبل؟ طيب وكمان انا ليش بدي اقبل؟ ما انا كمان دعمت. لا ما فتنا عكس السير ابدا، ما فتنا عكس السير. نحن فتنا انه صار في مبادره، ما فتنا عكس السير. اذا بتعتبري كل اللبنانيين والمجتمع الدولي والواقع الاقليمي يعني بتعتبري لا النسبه بتاعتنا نحسبه نحن وياك، اذا بتعتبري تيار المستقبل مشي عكس السير والرئيس بري مشي عكس السير والوزير جملوط مشي عكس السير والشخصيات المستقله كلها والشخصيات الوطنيه كلها بقيت مشي عكس السير، بفتكر في شيء مشكله. كان نحن لا مش اي عكس السير، انتم طلعتوا من تحالفكم على عماد ميشيل عون مش ما طلعنا لا ما نحن طلعنا من تحالف، نحن ما بنشتغل عند حدا، نحن مش تابعين لحدا، نحن تيار سياسي عنده حقه، عنده قاعدته، عنده مرجعيته. نحن انطرحت حل لمشكله رئيس الجمهوريه عبد السلام فرنجي، مفترض الطرف الاخر يقبل، الطرف الاخر عنده منطق انا او لا احد. نحن قلنا للطرف الاخر تبع عماد ميشيل سليمان منه حليفك، رحت على الدوحه وقبلت فيه ولحكيت بالرئيس القوي ولحكيت بالاكثر تمثيلا عند المسيحيين وكان عندك سنه 2005 70% من المسيحيين مؤيدين، يعني طيب كان ريزون دو بلوس انك تمشي فيه. ليش وقت الامور بتوصل لعند حليفك بدك تنفذ عليه سياسه الرئيس القوي؟ اكثر من هيك لانه نحن تيار المستقبل بده يقبل اليوم وكل اللي حضرتك سميتهم بحليف الرئيس بشار الاسد بالخط الرئيسي للتحالف النظام الامني اللبناني السوري المشترك اللي كان كل الفتره اللي حاكمه و و و وما بده يقبل بالعماد ميشيل عون. هون ما خص تسويه،
خاص يعني من كي بالرجل صارت ليش تنكهي؟ ما في نكهي رجل ليه هو بده ليه هو بس بضحي لعماد مش العون بالترشيح لا يعني. مش انه يضحي بالترشيح ما حدا طالب انه يضحي بالنهايه يا اما انت عايشه ببلد ديمقراطي يا منك عايشه ببلد ديمقراطي يعني بلد ديمقراطي انت اذا انت معتمدي اليوم كصحفي بتعتمدي انه الموضوع لازم يكون بهذا المنطق القوي بمنطق الاكراه هذا صار خطا رح اقول لك باي معنى انه واحد بيجي بيقول انا سنتين ونص من سنتين ونص انا بعمل رئيس جمهوري او ما في جمهورية بالبلد يعني بمكان ما هيدا منطق مش مقبول لانه انت انا حزب الله قال دعم العماد مش هالعون يعني ليش العماد مش هالعون ليش لا لو حزب الله لو برجع بقول لك مانش حبي تقتنعي فيها لو العماد عون بيقول له لحزب الله انا حل من ترشيحي فيك تعمل بدك ايه حزب الله ما بيضل يعرقل لانه حزب الله بيعتبر انه انا عندي التزام اخلاقي تجاه هذا الرجل وهذا الرجل يطلب من حزب الله الدعم وحزب الله يعطيه هذا الدعم كتير منيح اليوم أنا ما فيني إجي أرمي المسؤوليات يمنة ويسرى وأكثر من هيك رغم هذا اللي عم تشوفي اليوم هذا الدعم اليوم للعماد ميشيل عون بعده لهلأ اليوم العماد ميشيل عون بده يعمل رئيس جمهورية ورغم هيدا الدعم وبعده عم بيعمل حركة سياسية ونأذي سياسية من أنه الأمور ما تزبط وأنه كيف بدنا نقطع الموضوع من أول دورة أو من تاني دورة بما معناه أنه هيدا الشيء لو صار مع سليمان فرنجي كان قطع وبدون ما عملنا هيدي الحركة السياسية كلها وبدون ما كيف كان فتنا أطلع. يعني بمعنى مجرد طرح اسم الترشيح انقلب الدكتور سمير جعجع من مرشح رئاسي الى داعم لخصمه لعماد مشعل برافو عليك طيب اليوم شو كيف بتفسري انت بتحكي هو الفكره انه ايه كيف قطع يعني لا هذا تغيير هيدا مش منطق مش منطق عركلي بها عند حضرتك هيدا مش منطق عركلي اي وقت واحد تمسك بإصدار النهج اللي هن بيعتبروه اسلام اي نهج كيف بيقطع معك كيف بيقطع معك انت نانسي انه اليوم واحد بترشح 33 مره مقابل بعد وقت بينطرح فكره ترشيح حل من ضمن تكتل تغيير والاصلاح تنعتبر او شخصيه ممكن تملي الفراغ الرئاسي وتمشي عجله الدوله كيف نقدر نقتنع انه هيدا الشيء وكانه هيدا عمل ايجابي ليش نحن ما بنشوفه هيدا عمل سلبي اذا عندي شايف فيه اللي كان يقول انه الرئيس الحريري خلف مات ممكن صار يرشحه الرئيس الحريري يعني اذا بدك تقلي بالقناعه نحن مش مقتنعين بيه يعني القناعه خليها على جنب اللي هي الواقعيه السياسيه اللي بتسموها لا والله صراحه لك شغله صغيره اذا بنطلع نحن سواء سياسيين فنانين اعلاميين كل هالناس نحن بنشوف التبدل واضح يعني ما حدا عصي عن هيدا التبدل اذا بدك بنحط كل الامور على الطاوله ومع انه عندنا جرأة نحكي بالامور بكلها بس ولكن اللي بدي اقول لك اياه بهذا الاطار انه نحن كان عندنا كان استشهد الرئيس رفيق الحريري كان سليمان فرنجي وزير داخليه ثبات سليمان فرنجي على خطه السياسي خليه يتعرض لكثير من الضغوطات وحملها وحده اللي سقط بال2005 ركب حلف رباعي طويل عريض وبقي سليمان فرنجي خارف الحلف الرباعي ليه سقط بال2005 نحن لا رواصل حليف للسوريين نحن لانه نحن لا الوقت كمان اذا بدك تعمل هذه المقارنه رح يقول لك حدا قديش دفع لعماد مشعل عون اثمان نتيجه تحالفاته من 2005 احنا ما قلنا انت انا عم جاوبك على نقطه انت عم تقولي شو قال عن الرئيس الحريري انا عم اقول لك هذا الموضوع صار وقتها كان في معركه انتخابيه والمعركه الانتخابيه وقتها كان سليمان فرنجي وحده كان يتعرض لكل هالامور نيابه عن هذا الخط كله بتذكر ايام الحلف الرباعي الى ما هنالك اليوم نحن ولكن نحن وصلنا لمحل معين نحن موضوع الصفحه طويناها وقت كنا بمرحله منا مع في علاقه مع الرئيس الحريري ومن 2009 وقت صار في علاقه مع الرئيس الحريري نحن طوينا صفحه العلاقه المشاكل الشخصيه وبالتالي ما كنا مرشحين لرئاسه الجمهوريه وبنينا احسن العلاقات وكنا مرشحين ضدهم بالانتخابات النيابيه بال2009 وما عاد صار هذا الموضوع مش بمناسبه انه بدنا نعمل رئيس جمهوريه نحن بدنا نسحب الإبراء المستحيل أو نحن بدنا نحكي كلام إيجابي عن الطائفة السنية وبدنا نعمل حلقة مع مستشارنا الإعلامي تنطلع نحكي الأمور بإيجابية عن الطائفة السنية علّه تدعمنا هذه الطائفة السنية وتيار المستقبل وننسى أحقاد الماضي نحن مش من العالم اللي بتتلون نانسي وبيقلبوا من بظرف 24 ساعة من محل لمحل نحن بعدنا على مبدأنا غير موقفه هو الرئيس سعد الحريري عماد مشعل عون كان مرشح من سنتين وثمانية أشهر اجى الرئيس سعد الحريري حين راى بانه في صعوبه جدا بعد سنه من ترشيح الوزير فرنجيه راح على خيار هو القبول بترشيح عماد مشعل ما اختلفنا على هيدي النقطه ليش اليوم كل التوجيه عم بيكون على عماد مشعل رح اقول لك لانه نحن بوقت انه الرئيس سعد الحريري تخلى عن التزامه معكم نائب وليد جنبلاط تخلى عن التزامه معكم حزب الله لم يتبنى ترشيح الوزير فرنجيه لانه متمسك بترشيح إيه. نحن عم نتنافس ديمقراطيا نحن عم نتنافس ديمقراطيا وبدي اكشف لك انه بمحطتك
كان في فكرة أنه تعوا تنعمل مناظرة تلفزيونية ورفضت الفكرة. فيك تسألي رفضت الفكرة من عنده شو بصير؟ لحظة ما كمان حقك تسمعي أنت الرأيين، يعني أنت ما بيحق لك، ما بيحق لك أنت، ما بيحق إيه مقصود أنه اليوم العالم ضروري ليش إذا واحد حكي بتعتبر من قبيل أنه واحد عم ينتقد التاني؟ لا، هيدا رأي عام عم بيتحط الأمور على الطاولة قدام الرأي العام، وحق الرأي العام يسمع. لا يلام الشخص إذا حكي الأمور مثل ما هي، يلام اللي هو ما بيخبر الحقيقة كاملة، يلام هو الشخص اللي بمكان ما ما بيحب إذا بدنا نعتبر يعكس كل هيدي الأجواء ويخبر العالم شو صار. هذا الموضوع هذا اللي يلام. نحن خبرنا العالم، واليوم أنت بمكان ما وقت واحد بيخبر العالم صار محل انتقاد. بالوقت اللي أنت بتعتبري أنه هذا الموضوع يسأل عنه، يعني نحن اليوم كل العلاقات السياسية للتيار الوطني الحر اليوم مع كل الناس انه اليوم بمكان ما كلها عندها مشاكل معه، يعني تعال نشوف التحالفات كلها اللي صارت من الوزير الياس سكيف للوزير الياس المر للمير طلال ارسلان لسليمان فرنجية للحزب السوري القومي الاجتماعي لرئيس نبيه بريتب، هيدي كلها تحالفات، هيدي كلها عماد بشلعون جاء ليحتضن لا. من كانوا خصوما تاريخيا لا هيدا مش هو اللي بيحتضن، لانه حزب الله تبين انه لا هؤلاء حاربوه لا بالحرب لا لانه حزب الله اللي احتضنه اذا بتريدي كمان بحب اقول لك حزب الله هو اللي لا لا لانه حزب الله احتضنه بفتكر ما هو اللي احتضن بفتكر مش هو اللي احتضن حزب الله، حزب الله اللي احتضنه الا اذا انا عم تقريها بالقلب. انا رايي حزب الله اللي احتضنه وهو بقوه حزب الله اليوم عم بيعمل رئيس جمهوريه، مش هو اللي بيحتضن فريق 8 اذار، 8 اذار هو اللي احتضن العماد مشان هو امن دعم مسيح دعم حزب الله ما تركتوه لا دعم خوفا على هذا دعم هو مزبوط انه المسيحي. مزبوط انه هو دعم وغيره دعمه، لانه بتتذكري تماما قديش في حكومات كانت موقوفه وتوقفت كرمال يوصل الوزير بيصير رئيس وزير مثل ما بده، توقف رئيس جمهوريه اليوم سنتين ونص كرمال يعمل رئيس جمهوريه ما بفتكر بعضلاته وبتعرفي وبتعرفي رجل لانه اذا كان التزام عنده عرقيل لانه عنده التزام اخلاقي بس اخلاقي وبفتكر بما انه عنده التزام اخلاقي حزب الله تجاه العماد ميشيل عون مشي فيه وهذا الموضوع التزام نحن اخلاقي تجاهكم يعني اذا تاريخيه العلاقه مع نحن احترمنا هذا الالتزام من قبل حزب الله وهذا حق له ونحن بنعتبر حزب الله لا يزال حليفنا بس ولكن نحن بموضوع رئاسه الجمهوريه سليمان فرنجية عنده كل مكومات الترشيح باقي مرشح بوجه العماد ميشيل عون بجلسه الانتخاب المكرره يوم الاثنين وهذا حق طبيعي لسليمان فرنجية ونحن مستمرين فيه للاخر وين مشكله ما راح يصير مفاجأة انه الوزير فرنجية يعلن سحب ترشيحه لا بيعلن سحب ترشيحه والوزير فرنجية نازل ونسبة الأصوات اللي بياخدها نحن بنقبلها ونحن الربحين بنروح منهني ونحن بنعتبر انه سليمان فرنجية بمكان ما لديه الاكتفاء المعنوي التام بهيدي العملية ونحن أصبحنا اليوم أكثر انسجاما مع أنفسنا إذا بدنا نعتبر من بعد هيدا الترشيح وهيدي المبارزة الانتخابية وبطبيعة الحال أنا أعتبر أنه كل النقاد السياسيين أو كل الإعلاميين أو المراقبين إلى ما هنالك يجب أن يتمتعوا خلينا نعتبر بمنظر أنه يكون في نقاش منافسة ديمقراطية وأن يكون هناك لأنه نحن اليوم عم تشهد انتخابات أمريكية أنت اليوم مزبوط. نحن عم بتشوفي في مرشحين عم بيحكوا بعد الأحيان عم بيسألوا لا الرأي العام اللبناني بيشبه الرأي العام الأمريكاني ولا اسلوب يعني ليش حتى ما كمان ليش نعمل نحن ليش نحن ما بحق لنا ما بحق لنا خلوه يحق لنا نعمل انتخابات ليش مشيتوا بالتمديد للمجلس النيابي مزبوط. يعني اذا بالمقارنات العماد بشل عون لم يس ولح ينزل على المجلس النيابي وحضرتك انا ما بعرف اذا بتقدري تطلبي حدا منهم يعني ويقنعوك ما بعرف اذا انا عوكي بس ما بعرف اذا قدر اقنعك العماد عون بانه هو بيعتبرها مجلس غير شرعي ونازل يترشح فيه على رئيس الجمهوريه ما بعرف كيف تدافع عن هالوجهة النظر وتخبر اي واقعي اي واقعي هاي الواقعي اذا اقتنعتي بالواقعيه السياسيه بعد ما تناقشت مع العماد لا اتناقشي معهم بحلقه يعني لا اتناقشي معهم ورجعي خبرينا الخبريه تشوف كيف فينا نركب دينة الجره مثل ما بدنا يعني لا ما انا عم بسالك عم تقلي عن الانتخابات الامريكيه عم بقلك بامريكا ليست المقارنه لا عم بقلك انا اليوم بالانتخابات الرئاسيه اليوم عم بيصير في بعض الاحيان انه اليوم نحن اذا نحن جينا نحن بمكان ما مشينا نحن بمحل معين وانه لانه صار في جو واعتبرنا انه نحن مرشحين تكون هي بالعكس هي لازم تكون محل احترام ما لازم تكون محل ذم بس ولكن بنهايه المطاف نحن بقناعتنا التامه انه نحن مش اذا اليوم عليت اسهم العماد ميشيل عون بده يعمل رئيس جمهوريه نحن مضطرين نساوم ونمشي لا نحن ما بنساوم نمشي نحن بهيدي العلاقه كان فيها كثير شوائب نحن كان في كثير شوائب نحن بهيدي العلاقه لم يحترم راينا نحن تخطينا بكثير من القرارات السياسيه نحن كنا نبلغ القرارات السياسيه وهذا نحن كنا عم نطنش عنه لاسباب موضوعيه وبنهايه المطاف كان نحن قلنا الحق انه نحن
بنهاية المطاف وقت بنشوف الطرف الآخر أنه مش معتبرنا أنه حقنا أنه احنا نبادر، ونحن بادرنا وصلنا لمرحلة هذا الترشيح، وهذا الترشيح يؤسس يمكن إلى انتخاب سليمان فرنجي، يمكن أن يؤسس إلى مستقبل يعني أحسن بالعلاقة السياسية مع التيار الوطني الحر ومع كل الأفرقاء السياسيين. وبطبيعة الحال نحن أكيد بطبيعة الحال منسجمين مع نفسنا بهذا القرار السياسي. اليوم السؤال بعد البريك الذي سندخل إليه، لماذا لم يزر وفد التيار الوطني الحر الوزير سليمان فرنجي من ضمن الزيارات؟ لماذا حزب الله الذي أعلن الأمين العام للحزب سيد نصر الله بأنه سيذهب إلى مروحة من المشاورات لم يذهب أيضا ليرمم هذه العلاقة، أو لم يتدخل للترميم، أو أنه ما بقى في ما فيك ترمم شيء هالقد فعلا تكسر؟ هذا العنوان رح يكون رئيسي بالمحور الأخير بعد فاصل. مشاهدينا اهلا بكم، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع المسؤول الاعلامي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجي. استاذ سليمان، انقطعت العلاقه كليه مع تيار الوطني الحر، علما انه وللامانه في اصدقاء من تحديدا نواب ومسؤولين بالتيار الوطني الحر، اصدقاء جدا مع الوزير سليمان فرنجي، في حلفاء مشتركين مثل ما سمعنا الوزير طلال ارسلان، حزب الله، طشناك، في علاقة جيدة مفروض تكون بين أكثر من مكون فيه يلعب دور يعني رجع يرمم العلاقة. هل انقطعت كليا هالعلاقة؟ هلأ حاليا أكيد العلاقة مقطوعة، العلاقة مقطوعة مثل ما رجعت قلت لك يعني بسبب تراكم المشاكل، ونحن بالنهاية بمكان ما طولنا بيننا كتير، وعلى أساسها بعد منا انقطعت العلاقة. هلأ انقطعت العلاقة كانت ذروة إذا بدنا نعتبر العلاقة اللي انقطعت من بعد ترشيح الوزير الفرنجي، ترشيح سعد الحريري الوزير الفرنجي. ومرجع نرجع نكرر الكلام أنه اعتبرنا أنه نحن مفترض كان يكون في احتضان لألنا بهذا الموضوع، واعتبرنا أنه نحن كمان دعمنا سنة ونص ترشيحه إلى ما هنالك. هلأ الواقع هلأ هو أنه أكيد العلاقة مقطوعة، ومتجهين يوم التنين على تنافس ديمقراطي بهيدا العمليه، ونحن جاهزين لزياره الوزير الفرنجي من قبل وفد التيار. ما عندي فكره بس اظن لا يعني حسب تكون دائمه. لم يتدخل حزب الله ل يعني اقله هيك ترطيب الاجواء بينكم وبين تيار السيد نصر الله؟ اعلن بانه سيسعى الى هذا الموضوع. الوزير ارسلان قال بانه يعني حدد العلاقه بين العماد عون والوزير الفرنجي، ليه ما حدا قدر يظبط هذا؟ انا بقدر اقول لك بدون ما اقول لك يعني ما عندي معلومات مباشره اكيد، بس بعرف بالامور انه الموضوع اذا بدك تحطيه باطاره المزبوط هو اطار التيار الوطني الحر بطبيعته ما بيلاقيك على نص الطريق، نوعه هيك يعني. التيار الوطني الحر بطبيعته انه انا المرجعيه وباقي ما تبقى تفصيل، وهذا انا برايي هذا طبيعه الممارسه، وانا بقدر خبرك عنه اكثر ما انت بتعرفي. ليش؟ لانه انا احنا تعاطينا نحن معهم، نحن يعني قديما حتى بكل الامور اللي كان فيها تنسيق مباشر مع العهد السابق مع الرئيس ميشيل سليمان، يعني العهد اللي قبل، نحن كنا بمحل معين رصدنا كثير من مكامن الخلل والاختصار لوجودنا السياسي اذا بدنا نعتبر، وكان في كثير من الامور اللي هي عملت تراكمات معينه فيما بعد. هلا بنهايه المطاف المشكل معروف وين اذا بدنا نعتبر، واذا ما حل هذا المشكل بطبيعه الحال بالنسبه لنا بيكون هذا كله كلام معسول بمعسول. واليوم سليمان فرنجي منسجم مع نفسه أكثر. هلا بتقولي لي اليوم هني بيغيروا سلوك معين تجاهنا، تقولي لي بمكان ما اليوم هلا بكره يمكن يصير رئيس جمهوريه الى ما هنالك، بس ولكن نحن بعدنا عندنا قناعه بانه هذا السلوك يجب ان يتغير، وكل شيء هذا السلوك لا يتغير بطبيعه الحال. بمين محدد السلوك؟ بالعماد ميشيل عون بالشخصي، او بالمقربين من العماد ميشيل عون، او بشخص الوزير جبران باسيل؟ يعني تحديدا مين اللي هلا يعني كمان البعض رح يكون عم يسمع رح يقول طيب ما هذا الرجل اجى بال 2005 مد ايده للسوري مباشره، لسوريا اللي قتلها وقتلته وتم النفي وكل شيء دفع ثمن بحياته، مد ايده للسوريين، اجى احتضن كل حلفاء سوريا واخذ عليه هذا الامر وحورب في شارعه بسبب هذا الامر بحجه انه نحن مش جايين على العدوات. ليش اليوم ما ممكن يستوعب حدا مثل الوزير سليمان فرنجي كان يصف العماد ميشيل عون بانه اب مظبوط؟ يعني شو ليش كيف المنطق لينقال انه ما عم بيستوعب بهذا؟ يعني بدي اقول لك شغله، بس انت اليوم بتطلعي انه اليوم سليمان فرنجي كان يقول له اب، شو كان تقابل بشو؟
بشو؟ مشي. هل سمعتوا كلمة من الجنرال على الهواء؟ لا, لا. مثل اللي انسمع يعني هذا اللي أخذوا ايه. عليكم ايه. أخذوا عليكم تحديدا الجنرال يعني بحسب مصادره أنه هو ولا مرة طلع على الهواء قال كلاما مسيئا بالوزير سليم الفرنجية مثل اللي قال مؤخرا بالعماد ميشيل عون. شو اللي قال الوزير الفرنجية؟ سليم الفرنجية هينه بالشخصي؟ سليم الفرنجية خبر عن مطلع علاقة واحد اثنين هني ما بيقولوا الزم بيمارسوا الزم من هيك ما ببين عليك يا ويله اي اي ما بيقولوا لا ما بيقولوا ما بيقولوا بدي اقول لك شغله صغيره هيدي 10 سنين نحن تعي تنستعرض تكتل تغيير والاصلاح شو اخذ وزارات على سبيل المثال ومن ضمن هذا التكتل تعي تقول لك شو ليش بقيته لك تكفي لك هلا ليش بتهربي من الفكره ليش عم اقول لك 8 سنين يعني احنا بنعرفهم للوزارات اليوم 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 بتعرفي انه بتعرفي انه اليوم سامي فرنجي بيقدر ياخذ وزير دوله وزير ثقافه بالوقت اللي اذا بتعدد الوزارات اللي صارت بتشوفي قديش حجمها رغم انه احنا ما بنطلب يعني انتبهي بدي اوضح لك نقطه انه هذا مش مطلبنا فينا نقول لا احنا ما بنرضى الا هيك هذا الشيء احنا ما بنطلبه نحن بس ولكن اليوم بتقولي لي سليمان فرنجي عم بزم سليمان فرنجي طلع خبر خبري وانا اتحدى حدا يشوف سليمان فرنجي بمقابله تلفزيونيه او باي محل او اي كادر من التيار الوطني من التيار المرضى ذنب العماد ميشيل عون ابدا مستحيل بالعلاقه الشخصيه نحن كجنرال عون لا ما عندنا هذا الشيء ابدا نحن تجاهه حتى مع الوزير جبران بزيل بس ولكن نحن بالممارسه نحن اكيد حطينا نقاط على الحروف ونحن كنا كثير واضحين انه نحن هيدي العلاقه لا تستقيم ونحن مكفيين هلا الامور تغيرت عن العلاقه الشخصيه اصبحنا امام مرشح رئاسي اسمه العماد ميشيل عون يمكن يعمل رئيس يوم الاثنين ومرشح رئاسي اسمه سليمان فرنجي يمكن يعمل رئيس يوم الاثنين نحن بالنهايه نحن ضمن خط سياسي نحن بنعتبر انه هذا الخط السياسي ربح بنهايه المطاف اللي وصل عماد عون خط سياسي ربح اللي وصل سليمان فرنجي الخط سياسي ربح بس ولكن يجب ان يعرف التيار الوطني الحر انه يتعاطى مع مرشح رئاسي من وزن اخر ونحن عارفين انه نحن نتعاطى مع مرشح رئاسي من وزن كثير كبير اللي هو العماد ميشيل عون واليوم الامور نحن ننصح كمان ننصح هذا التيار انه اذا كانت المقاربه اليوم من الايام اذا قدروا ان يكونوا في سدة رئاسه الجمهوريه اذا كانت الممارسه مع الناس بدها تكون مثل الممارسه مع الحلفاء عن جد الاتي اعظم بهذا الموضوع لانه نحن يعني عشناها نحن عشناها ولمسناها وشفناها وعدينا على الجرح كثير بهذا الموضوع نظرا لاحترام لخياراتنا السياسيه الكبيره بعز المواجهه السياسيه الاقليميه والدوليه بهذا الاطار نحن ما افترينا ابدا على عليهم ونحن ما جينا نحن مثل ما بيقولوا وضعنا عصي بدواليب وصول العماد عون الى رئاسه الجمهوريه ولكن بنهايه المطاف نحن في امور يجب ان تصحح اعتبرنا يجب ان تصحح ولكن النقطه اللي وصلنا لها هي نقطه انه نحن بنقدر نروح نحل القصه كيف ما كان لا نحن بنعتبر انه في نمط جديد بالعلاقه اهلا وسهلا اذا ما في نمط جديد بهيدا العلاقه نحن اكيد بس ما انتم حددتوا رايحين على المعارضه مباشره انه هذا العهد رايحين ان تم اعلان الانتخاب للعماد ميشيل عون رايحين تعارضوه يعني انتم من الاساس حطيتوا حالكم بمواجهه معه نحن لا ما اعتبرنا انه نحن رايحين للمعارضه ما حسمنا هذا الموضوع أننا رايحين للمعارضة نحن بنهاية مطاف كل مرحلة بمرحلتها نحن بعد في انتخاب رئيس جمهورية بكرة نحن مش مسلمين بالخسارة ويمكن هذا الموضوع بمحل معين أنت تعتبريه من قبيل أنه لا بالعكس هذا المفاجأة لحد اليوم أنه كل العالم بعد عم تعمل مونتاج وهذا دليل أنه لا ما في شيء محصول نحن بنعتبر أنه نحن وقت سليمان فرنجي بيجي بترشح لرئيس جمهورية ترشح من ضمن ما هو سليمان فرنجي لأنه بتعرف الاعتبار الشخصي والاعتبار السياسي الشخصي إذا بدنا نعتبر هو له تأثير كتير كبير في نواب عم تنتخب نحن منشوف نحن في كتل في مستقلين في ناس عم تقول رفضة المعلن عم نشوف نحن منطق بمنطق الإكراه السياسي خلينا نسميه بالتحديد إجبار الغير على أن يقترن للعماد ميشيل عون مين عم يعمل الإكراه لا نحن عم نشوف أنه نحن وقتها أنا إذا جيت قلت لك اليوم خلينا نناقش أنا وياكي نانسي موضوع ترشح العماد رشح الرئيس سعد الحريري العماد عون مزبوط طيب خلينا نجي نعمل استعراض ما استتبع من مواقف سياسيه بغض النظر عن النتيجه بدنا نوصل لها بكره نستتبع كل المواقف السياسيه تفضل اللي وصلنا لها من بعد ترشيح اعلان الترشيح طيب عملت حواصل عملت شرخ عند الشيعة شرخ عند المسيحيين شرخ عند السنه مين المسيحيه اللي عملت عندهم شرخ عند المسيحيين امبارح موقف النائب سامي جميل الشخصيات السياسية المستقلة النواب المستقلين وتيار المرضى قد ايه بمسؤول يعني الشارع المسيحي اذا بدنا نمشي بهذا المنطق تقريبا قد ايه بمسؤول الشارع المسيحي 30% المستقلين انا ليكي ما فيك تيجي تحطي منطق انا عم بعطي ارقام لا ناسي قطعت ليكي نحن ما قطعنا باستحقاق نيابي تنقدر نعكس هذا الموضوع بس ولكن انا دائما بستند للاستحقاق البلدي اللي صار
واللي هو كان لا لحظه اللي كان هو استحقاق سياسي بكثير من المحطات لانه هن اعلنوها سياسي بكثير من المحطات وشفنا النبض الشعبي تجاه هذا الموضوع اللي ما بيعتبر انه بمكان ما انه مثل ما الرقم اللي تفضلتي حضرتك فيه لا احنا بشوفه لا يتعدى ال 50% قوات عونية ما بيتعدوا 50% ايه طب هلا اليوم فيني اسالك سؤال بسيط انا اعطيت هذيك المره مثلا زبط معي هذا اليوم فيني اقول لك قوات عونية ايه قوات مع العماد ميشيل عون مع الطشناق كمان حتى ما بدنا ننسى مع حتى عدد من اللي هن يعتبروا لا عم بحكيكي عن تمثيل القوات العونية حضرتك عم لهلا مأيدين العماد بس انا عم بقول لك يعني ايه بس ولكن بيكونوا 50% بدي اسالك بس. سؤال ونحن 5% كمان نحن شو مجتمع شمولي يعني كمان عم بقول لك انعمل شرخ او ما انعمل شرخ الانتخابات الديمقراطيه انعمل ما انعمل شرخ او ما انعمل شرخ ترجح اكثر لا لاني انا انطلقت معك نانسي من من كلمه انه هيدا الشيء عمل شرخ طيب وعند السنه عمل شرخ وعند الشيعة عمل شرخ في مكونات سنيه معارضه بقوه بشراسه في مكونات اوزان كبيره درزيه كمان اليوم النائب وليد جنبلاط منو بحكم المحرج عم بحكيكي غدا ترشيح الحريري لعون مع حفظ الالقاب وعلى المستوى الشيعي كذلك الأمر الانقسام بين حركة أمل وحزب الله بهذه النقطة طيب بهذا الموضوع كله نحن منشوف هون ترشيح سليمان فرنجي ينبثق من هذه النقط اللي نحن منشوفها بالمقارنة ترشيح العماد عون كيف بتشوفوه؟ نحن ترشيحنا لأنه بعض الأحيان هلأ ترشيحنا يعتبر من كبير أنه وكأنه انه شو ليش هالاستمراريه بالترشيح وليس هناك من حظوظ اليوم نحن بنعتبر انه هذا هو الترشيح اساسه مقومات ترشيحهم هن مقومات ترشيح العماد ميشيل عون هو دعم الرئيس الحريري دعم حزب الله دعم كتل كثير كبيره لوصوله لرئاسه الجمهوريه مش عم نحكي برجل اليوم وصل الى رئاسه الجمهوريه كمان يعني اليوم بصراحه من بعد الطائف لليوم حتى يعني ما نرجع بالتاريخ عم نحكي من بعد الطائف لليوم اول رئيس جمهوريه في عنده قاعدة شعبية كبيرة هو حلم لكتير عالم مزبوط. كان عودة العماد ميشيل عون إلى بعبدة يعني ليش كمان عم نصور القصص أنه لا كلهم مرغمين ليش مرغمين يتفضلوا يكملوا بمواقفهم وفليفوز من يفوز مين اليوم قايل أنه مرغمين أنه مين قال أنه فإذا حدا مثل الرئيس سعد الحريري لم يكن مرغما على السير بالوزير سليمان فرنجية اللي هو بحدية العلاقة السياسية مفروض شوفي واكبتوا طائفته ولا من علاقته مع العماد واكبتوا ولا لا سليمان فرنجي لحظة سليمان فرنجي وقت رشحه الرئيس سعد الحريري هل لاقى هذه المعارضة ضمن طائفته وضمن تياره اللي لقاه بترشيح العماد ميشيل عون لمين المعارض؟ مين معارض صراحة؟ عم تتابعي أخبار ولا؟ وزير أشرف ريفي معارض لرجلين بالوقت اللي نائب خالد ظاهر معارض فرنجي لكن يسير بعون هلا بكل الأحوال أنا مش حناقش هذا الموضوع معك انا لانه ما لانك لا لانك شايفتيها انت اثنين ما في اسماء معروفة. لا شايفتيها واضح المعارضه شايفتيها ما في معارضه ضمن طيار انت شايفتي قد ايش هالقد الحجم الكبير ما بعرف يعني. انت شايفتيهم مثل بعضهم خلص بتركها لك ما رح نناقشك فيها بنروح على بنروح اكيد بنروح على يوازي الجدل اللي اخذته هذا رايك انت هلا في ناس عم بيسمعك وبيشوفوا رايك اثنين بموضوع تقدير الشارع اللي كان ما بعرف هذا رايك انت اثنين بموضوع التمثيل المسيحي التمثيل المسيحي اليوم اللي نحن عم نشوفه عم تقول لي الرئيس او انعم عماد ميشيل عون رئيس قوي ورئيس يعكس اكيد تمثيل المسيحي بس ما ننسى انه العماد عون قعد ببكركي وكان ارتضى انه يقعد بين الاربعه واعتبر انه اي من الاربعه وكان في عهد صار انه اي من الاربعه يعكس الوجدان المسيحي هو تنصر من هذا الاتفاق واعتبر وقتها وصلت حظوظ الوزير الفرنجي تنصر من الاتفاق اللي صار ببكركي واعتبر هو انه اخترعوا شيء اسمه الرئيس المساكي او الرئيس الاقوى رغم انه بمذكره التفاهم اللي حتى اعلان النوايا اللي صاير بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه كذلك الامر اليوم نحن عم نطلع بنقطه اساسيه انه كمان ما حكيوا عن الرئيس القوي والرئيس الاقوى انما قالوا عن الرئيس المقبول لدى المسيحيين قوي ومقبول لدى المسيحيين ويطمئن باقي المكونات مواصفات نانسي على طاوله الحوار اللي صارت حطت المواصفات ذاتها نحن فبقى بهذا الاطار العماد عون نعم شخصيه سياسيه بتعكس تمثيل مسيحي قوي مطلب مزمن عند المسيحيين بس ولكن مش وحده العماد ميشيل عون اللي ممكن يوفر هذا الشيء يعني هيدي النقاط مش وحده الأساسية لكنه الأكثر هو الأكثر تمثيلا بس ولكن مش وحده هو بيعكس المساكية بدي أعطيك عيني عن هون تتشوفي التصرف طيب اليوم إذا جينا هلأ دكتور جعجع قدر عمل رئيس جمهورية دكتور جعجع دعمه العماد عون وقدم له خدمة كتير كبيرة هلأ بمفهوم السياسي المتداول إذا سمير جعجع مع حفظ الألقاب بيعمل رئيس جمهورية هو لا يعتبر مساكي يعني ما فيك تيجي تقولي اليوم لانه الرئيس الاكثر تمثيلا بيكون انا مساكي لو قال العماد عون هيدا نمط عن العلاقه مع الغير لو قال العماد عون مثلا
أنا رئيس مساكي وغيري رئيس مساكي، بس ولكن أنا الأكثر تمثيلا عند المسيحيين، ويحق لي تحترمي هذا الرأي، بس ولكن عندما يربط المساكية بشخصه، بس بشخصه، يعني إذا ليس هو ربطه بس بشخصه، بشخص ولا ما قالوا يا العماد عون ما شفتي المساك لأنه الأكثر تمثيلا أو لبنان يعني. لا يكون ما بيقولوا، شفتي الشعار اللي حطوه نهار 13 تشرين حطوا أنه المساكية، شو بتذكر العنوان، أو لبنان لا يكون، يعني وصلوا لمرحلة أنه آل عماد ميشيل عون يعمل رئيس جمهورية، يعني هيدي هي المساكية أو لبنان لن يكون. دو هون في نقطة كتير مهمة، أنا ما بفتكر أنه اليوم أنا بنزل بعمل رئيس جمهورية، ترشحت على رئيس الجمهورية، أنا أنتم إلى خط سياسي ربحان نانسي أو أنا جزء من هيدا الخط ومضحى بهيدا الخط من أبا عن جد ولليوم، بس ولكن أنا ما طلعت وقطعت الخطوط الحمر، ولا أنا جيت استنكرت، ولا أنا حددت تحالفاتي، ولا أنا هددت أنه بدي روح على خيار سياسي آخر، بينما الغير بمكان ما وقتها لاحظ أو مش لاحظ أنه بمكان ما تيجزم بموضوع ترشيحه أو أنه يفرض على اللبنانيين هذا الموضوع، قال بتكون ينا أو ما بتكون ينا، وقعد يحكي بمنطق الفيدرالية، وقعد يحكي بمنطق الخروج من التحالفات، التعاطي بمنطق، التعاطي بمنطق انه نحن بدكن ينا او ما بدكن ينا، هون ردوا معي على هذا الموضوع، رد التيار انه كمان من 2005 لليوم قديش دفع اسمين لعماد ميشيل عون، كل مره يذهب الى اطار انه التسويه والجمهوريه شو الاسمين اللي دفع؟ اهم من رئاسه الجمهوريه، ما دفع اسمين، عامل كتله، عامل تفاهم مع حزب الله، عامل رئيس، عامل رئيس اكبر تسويه لعماد ميشيل سليمان، لم يكن عامل تحالف، عامل تفاهم و كل هيدا، عامل تفاهم ولا مره رئيس، بس بالاخر لما بقول انا ما بقى بدي، طيب انا اوكي ما مش عم تمشوني بخط السياسي، شو بدي ضلني انا بهذا التحالف بنسحب؟ ناسي خلينا بموضوعيه تامه، ناسي الزلمه عامل رئيس كتله نيابيه مؤلفه من 27 مين اعطاها حزب الله؟ عم يوصل لك، مين اعطيها؟ مين مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم بال 2005 الرجل اجى، رح اقول لك شغله صغيره، بعدين نسبة التأييد لعماد ميشيل عون قلت، انت عم تحكي قبل مذكرة التفاهم الرجل اجى بكتلة نيابية كبيرة لأنه لعماد ميشيل عون، ما اختلفنا على النقطة، بده واحد انا ما قلت غير التاريخ، لا انا مش عم غير التاريخ، انت عم بتقولي نسبة اكبر، ما صارت انتخابات 2009 وقتها كان بنسبة، لحظة، بنسبة 70%، مين فرض عليه يجي يقول انه حزب الله فرض عليه او حدا فرض عليه يرشح لعماد ميشيل عون؟ لا نحن، انت عم تقولي فرض عليه، معك معه 70%، هو تنزل للعماد ميشيل سليمان، ليه ما سؤال هذا السؤال، يسالوا هذا السؤال، ليش تنزل؟ هل حزب الله ضغط عليه؟ هل تيار كان عم بيتنازل؟ لحظه يعني ما فيك تقولي انا ليش بدي عم نحكي بحدا انه لا ما قدم ولا تنازل، هلا عم بيتحاسب على مش هذا المزبوط، لحو هلا اليوم مش عم بيتنازل، ليش بده يتنازل قبل؟ هيدا ما بيجي بحملها للغير، اذا انا معي مليون دولار رحت فرفطتها على الطريق وبزرتها، بيجي انا بتحسب انه الشعب اللبناني قشطني اياها، شو هالحكي هذا؟ كل واحد بيتحمل مسؤوليه، ثاني شيء اليوم الزلمه بشو قصروا مع حزب الله؟ بكثير من المحطات، الكتله النيابيه، الكتله النيابيه اللي عنده اياها اكيد هيدي اجت بدعم شيعي، وبكثير من المحطات، اثنين بدي ارجع اقول لك شغله، الوزارات كلها كانت نعم في كثير محطات، لانه وقتها بيتعادل نانسي الصوت المسيحي، بيتعادل الصوت المسيحي، نعم بيجي الصوت الشيحي بيرشح، بس لما كان انا بس اليوم اللي هو تقسيم هذا الصوت المسيحي والصوت الشيعي، لا ما في ما ليش اليوم لما الاكثريه بالمناطق اللي هي كسروان، ليش لا انت معك ارقام؟ حطي ارقام، انا معي الارقام، حافظها ابا عن جد مثل ما بيقولوا، اي ده تبع 2005 بنت 2009 هلا 2009 هلا خلص رجع 2005 بتراجعت شعبيته، ما اليوم بشو مقصرين معه الجماعه؟ اليوم في بدي اقول لك شغله كثير بسيطه، اليوم بال 2009 بدي اعطيك رقم بكسروان، سقط منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن بمعدل 1100 صوت، اسمعي في ارقام في 1100 صوت شيعي مصوتين بكسروان، يعني 1100 بتشيلي من هون من هون بيعدلوا 2200، بتعرفي صوت الانتخابي شلتي من هون لهون، كان انخرق باثنين، خلينا نسمي الامور باسمائها، ببعبده في نيبان من التيار الوطني الحر مسيحيين ساقطين بالصوت المسيحي، الصوت الشيعي اجى رجح، متحالف منو غلط، انتبهي مش عم بقول لك غلط، بس اليوم بمحل معين ما فيني انا اجي اعتبر انه انا الضحيه، لما انا كنت ضحيه، اثنين اذا حزب الله مش شايفه هالقد الا لعماد ميشيل عون، مين متمسك فيه؟ متمسك فيه وحقه يتمسك فيه ومعه حق يتمسك فيه، حزب الله معه حق، بس عماد عون بتصوبه، لا ليش؟ مش متمسك انت، لانك انطلقتي من فرضيه، انت بتسالي سؤال وبتنسيه، انت سالتي انه هو معذب كثير، قلت لك لا مش متعذب كثير، لانه يا ما في حكومات توقفت، ليش يا ما في حكومات قدم تضحيه، قلت لك قدم تضحيه الرجل 10 سنين، ليش بده يضل كل حياته بس يقدم تضحيه؟ ما قدم تضحيه ابدا ابدا، اليوم نحن ليش انتم ما ضحيتوا بوقت انه الوزير فرنجيه بتغريده له الشهيره، يعني اللي هي بيقول فيها بالحرف انه اذا كان
الظرف لصالح العماد ميشيل عون او ميشيل عون انا مع ميشيل عون، واذا تساوت ظروفنا انا معه، واذا تقدم ظرفي ويمكن ان اتنازل له اتنازل. ليك قديش هي تضحيه من 2013 واجا ظرفه ليكي فيكي تغذيها. قال اذا تقدم ظرفي انا كسليمان الفنجيه وفي اتنازل للعماد عون بتنازل له. بخبرك تراجع عنه. سمعتي سليمان بيك شو قال بالحلقه اذا تابعتيها؟ تابعت. قال انه انا وقت اجى ترشيحي طلعت لعند العماد عون قلت له انا تقدم ترشيح مزبوط وانا معك ولا ازل معك من بعد ما تقدم ظرفي، بس بدي منك انك تتنازل لي. لا ها شفتي انه ما قال له ايه، قال له انا معك بس انا بدي منك شغله كثير بسيطه، خذ الوقت اللي بدك اياه بس بدي منك وعد، اذا انت ما مشي حالك تدعمني. واحد العماد عون بيرفض بيقول له انت لك حق، واي شاب ماروني له حق يترشح رئيس جمهوريه والله معك، وانا بدي كفي رئيس جمهوريه. يعني هيدا الشيء اللي عم بيقوله طبقه سليمان فرنجي، بس ولكن لما قال لك على الطاوله لا سليمان فرنجي انه موضوع مسكر على الاخر. لا يا 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 انت عم تحكي عن هيدا التويت، انت عم تحكي هيدا التويت اليوم سليمان فرنجي وقت طلع كان في قال له ايه، لو هو قال له اعطيني سنه وسنتين وثلاث سنين واربع سنين وبعد منه انا ما مشي حالي يا سليمان فرنجي انت حليف انت حليفي وانا معك، في قال له هيك ما قال له يا هيدي النقطه تبعتي كيف. النقطه الثانيه انه اليوم نحن عم نرجع نحن لورا بهذا الموضوع وكانه انه في ممكن تكون المفاجاه لانه خلص وقتنا، ممكن تكون مفاجاه سحب الترشيح من قبل الوزير سليمان فرنجي. لا ابدا ابدا، حسين فرنجي مرشح ونسبه الاصوات اللي بده ياخذها ونحن بالنهايه اللي كانت مقبوله، بس ولكن نحن كمان بنعتبر كمان الاوراق البيض اللي ممكن تنزل هي رساله بحق العماد ميشيل عون، هذا بالدليل انه العماد ميشيل عون اذا قدر له ان يكون رئيس جمهوريه لن يكون رئيسا توافقيا. شكرا لك المحامي سليمان فرنجي المسؤول الاعلامي في تيار المرده. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من برنامج حدث، كونوا على الموعد.